انا على اعتقادي ان الكنافه كتكون ديما حلوه. الحلوه اللي احنا المغاربه درنا فيها درناها حلوه درناها زعما درنا بها المالح والحلو ما شاء الله. احنا المغاربه تعطونا ان شاء الله نختارت هذه الفكره ديال الكنافه. ان شاء الله عندنا جوج علب ديال الطون اللي صفيناهم من الزيت. اييه اذا غنشتغلوا بالطون ديال الزيت. ديال الزيت. اييه وعندنا 500 غرام ديال الكنافه راه دابا موجوده في الاسواق، وعندنا مليحه، عندنا بزار، عندنا نص معلقه ديال القوام الحوت راه موجود في السوق، عندنا علبه جبن طري علبه، وعندنا 100 غرام فرماج احمر عناصر ما فيهاش بزاف. صافي تناخذوا الكنافه ديالنا كنحلوها بشويه الزيت وتنديروا فيها مليحه حيت الكنافه ما كنقدر تدوق. كنشدوها كنحلوها مزيان بالزيت وتنديروا فيها شويه الزبده وكنحلوها مزيان حتى كتحلينا تولي محلوله. كنشدوها لالا اي مول دو سيليكون عندنا دوك اللي فيه الحفيرات كنشدو كنبسطو واحد شويه فقاع داك فقاع ديال المول حتى كنبسطو كلشي تتكون بسطه، عاد كندوزو نجمعو الطون ديالنا كنطحنو كلشي في الخلاط. اذا في القاعده المول باش نفسرو للمستمعين يفرشوها بديك الكنافه كطبقه اساسيه عاد كنعاودو نغطيوها بالكنافه الثانيه باش ما نديرو لا ماده دهنيه لا زبده لا والو. تبارك الله كطلق ما فيها الزيت وهذا ودوك لي سيليكون دغيا كيطلعو الحاجه ما كنخافش تلصق ولا تكبر. وكنشدو على خلاط كهربائي لالا كنديرو فيه العلبه ديال الجبن الطري وكنزيدو فيه كاس البيشاميل وكنزيدو فيه القوام ديك الحوت العطريه ديال الحوت اللي كتباع جاهزه وكنديروا فيها لالا داك 100 غرام ديال الفرماج الاحمر. صافي كنطحنوا مزيان هادشي في الخلاط حتى كيطحنينا، اما كنديروه في البوشادوي اما في داك البوشادوي اما في شي غير بالمعلقه كنهزو. صافي كنشدو تابع عندكم جيب حلواني تقدروا تشتغلوا عليه، ما عندكم شاي غير باليد جيب الحلواني راه كيدير غير جوج دراهم نديرو البلاستيكه نحطوها هادو من اسفل صافي وكنعصروا نعصروا داك المواد البرودوي اللي عندنا كنعصروا مزيان حتى كنعمروا كاع دوك الحفيرات عاد كندوزو نرجعوا الكنافه اللي عندنا كنغطيو بها دوك الحفيرات طبقه ثانيه كطبقه ثانيه صافي كطبقه ثانيه صافي كنهزو كندخلوها للفران راه كطيب وكتجي محمره كتجي عبور ما ندير فيها والو من الفوق لا الفرماج لا حاجه صافي الفرماج كلشي داخل كلشي داخل حتى كطيب ان شاء الله وكنخرجوها كناخذو ثاني اما سرنج اما كنخططوها بالمايونيز وكنجيو حتى الفوق وتنديروا واحد النقيطه ديال الكيتشوب كنديروا لقيطه الكيتشوب وكنديروا ديك الخطوطه عشوائيين بحال كنذوقوهم بحال الزبغي كنزيد كنديهم ونجيبوهم وكنقدموهم بصحه وراه هاد الوصفه اللي عطيتك نقدروا نقدموها حتى في بلاطو ديال المملحات لان الناس وبغينا نسننوا شويه كنديروا هادو كيجيو حتى المنظر واللوغو كيجي زوين ما شاء الله عليك. اكيد عيشه فكره جديده زوينه والاطباق مثلا بغيتي تبهري الضيوف ديالك عندك مناسبات خاصه ولا عندك عراضه ولا مثلا في شهر رمضان بحال هذه انواع الاطباق فعلا طبق هائل منظر وذوق يجي زوين. باش نعرفوا الكنافه ديالنا طابت اكيد من الوجوه ديالها راه الوجوه ديالها كتحمر صافي كتحمر كتجي زوينه حتى اللي ما كتقدر تخاف لا تجيها معجنه من تحت ملي تتست في الطبقه الاولى دخلها للفران حتى تبان لها تجمعات شويه تخرج تعمرها بعدا باش ما تخافش باش تخاف كتجي هائله هذا الطبق اللي عطيتك غتذوقي ان شاء الله سميه ان شاء الله. ونتمنوا ان المستمعين ديالنا يقيدوا معنا الطبق وجربوا فعلا فكره جديده ديال الكنافه مالحه لصحتكم وراحتكم. غادي نعاود نعطيكم مقادير تحضير طبق اليوم اللي كان كنافه بالطون بصلصه ديال الزيت. غادي نحتاجوا لتحضير هذا الطبق جوج علب ديال الطون ديال الزيت، 500 غرام ديال الكنافه، شويه الملح، شويه البزار، نص قوام ديال العطريه ديال الحوت، علبه ديال الجبن طري، كاس ديال البشاميل، و100 غرام ديال الفرماج احمر.